قائمين بنا يعني يعاونوا فينا ينعتونا كلش سهل. هذه أول رحلة يسمى اللي تكون ابتداء منا من مطار قسنطينة وحوالي 16 رحلة هي مبرمجة من يوم من ابتداء من يوم الجمعة إلى غاية 12 جوان. كل الظروف تم اتخاذها وتنظيمها من أجل أحسن تنظيم لتوفير ظروف مريحة للحجاج تاعنا إن شاء الله.